شوفوا تبارك الله الحجم والمساحة ديال هاد السد هذا. هاد السد هذا أكبر سد في الجهة الشرقية تبارك الله ما شاء الله. شوف الكاميون اللي هي تحت كيبان بحال شي لعبة صغيرة بكثرة الحجم ديال هاد السد هذا. ولكن يا خوتي يخوف، راه إلا شدت لتحت سيرتو في هاد الحديد هذا اللي كيطلعوا، يعني هاد لابانات هادو الكبار شوفوا كي داير. راه مخليت تحت التليفون، شوفوا هاد الحديدة هادي راه كبيرة هاد الحديدة، والحديدة كتطلع مي كيطلعوها كيفوت الماء تحتها. ما فاش كيطلقوا هاد البراج يطلقوه للسد من هاد السد هذا، سد محمد الخامس كيتنطلق يمشي لسد مشرح حمادي. السلام عليكم خوتي اخواتاتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. انا حنا كنتواجدوا في اكبر سد بالجهه الشرقيه للمملكه المغربيه، رحنا كنتواجدوا في سد محمد الخامس اللي تابع الاقليم توريرت. في هذا الفيديو خوتي غادي نتعرفوا بعض المعلومات على هذا السد هذا ونعرفوا المكان ديالو فين. بعد اولا هذا السد هذا بدايه الاستغلال ديالو كانت في سنه 1967 ميلاديه، وهذا السد هذا الحجم ديالو ولا المساحه ديالو راها قد مدينه بركان ولا اكثر. قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا خوتي ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم مع الاحباب ديالكم، ما تنساوش تصليو على النبي على بركه الله. نبداو الفيديو ديال اليوم ان شاء الله. واو 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 تبارك الله ما شاء الله، سد محمد الخامس المساحه ديالو قد مساحه ديال المدينه، اللهم بارك وزيد في ذلك. اكبر سد في الجهه الشرقيه للمملكه المغربيه. شوفوا تبارك الله هذا غير واحد الجزء صغير من السد هو فين بادي، وغادي من لهي حتى ديك الكحوليه اللي كتبان لكم لهي هذا كامل، يعني الجر في وسط الماء، داك الجر نابت في وسط الماء في وسط السد لهي، وجاي من هنايا او غادي من لهي حتى دي نوصلوا للفصاد ديالو. تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. الخيرات ديال الماء، الانسان من يشوف الماء القلب ديالو يرتاح، وخلقنا من الماء كل شيء حي، اللهم لا تحرمنا من هذه النعمة يا رب. هذا أكبر سد في الشرق، شرق المملكة المغربية، اللهم بارك. سد محمد الخامس، السد هذا راه ماشي غير هنايا، راه قد المدينة، راه من ركب هذا الجبل، هذا الجبل اللي قدامنا راه نقولوا مدينة بركان ولا راه قدها ولا كبيرة على مدينة بركان. شوفوا تبارك الله الحجم والمساحة ديال هذا السد هذا. هاد السد هذا أكبر سد في الجهة الشرقية تبارك الله ما شاء الله، راه ماشي الحجم ديالو هو هذا اللي كيبان لكم هنايا، ولكن راه كاين تريبل ولا أكثر من تريبل ديال هاد المساحة اللي كتبان لكم كاملة هنايا، راه كاينة بالجهة الأخرى، راه مدرقة مور هاد الجبال هادو، مساحة كبيرة تبارك الله ما شاء الله. سد محمد الخامس اللي بدا الاستغلال ديالو سنة 1967 حقينا تقدر ب 730 مليون متر مكعب، مع توالي السنين ونظرا للتوحل بمعدل 11 مليون في السنه لحقينا الان 165 مليون. على هذا الاساس برمجت الوزاره مشروع تعليه سد محمد الخامس بعلو 12 متر. هذه التعليه غادي تمكن ان شاء الله باش نوصلوا في نهايه الاشهر في 2026 توصل حقينا حوالي مليار متر مكعب من الماء، وفي هذه الفتره ان شاء الله 60 شهر ديال الاشغال غتبقى استغلال ديال الحقينه كما هي، سواء تخزين ديال الحمولات او لا التدبير ديالها بالنسبه للاستعمالات في سفيلات السد. خلال هذه المده ان شاء الله غادي ندير تعليه، وبالاضافه الى مجموعة من الأشغال الأخرى سواء تحويل ديال الطريق أو لا في حقينا إن شاء الله. الأشغال غادا إن شاء الله بواسطة مقاولات مغربية سواء الهندسة المدنية أو التجهيزات الهيدروميكانيكية، دراسات كذلك في المغاربة، مراقبة حتى هي نفس الشيء. بالنسبة للمبلغ الإجمالي ديال المشروع مليار و300 مليون درهم، بما فيها الأشغال وكذلك نزع الملكية ولا الدراسات والمراقبة. وبالنسبة للتمويل هنا الخزينة العامة للمملكة، وبالإضافة إلى صندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من الكويت بمعدل 83% من الأشغال والدراسات. بالنسبة لتقدم الأشغال حنا دابا وصلنا 13.5%
وتقريبا الاشغال على مختلف الجبهات انطلقت حاليا. نهايه الاشغال ان شاء الله في 2026 غتولي الحقيقه حوالي مليار متر مكعب، وغادي تمكن المنطقه ان شاء الله من فوائد كبيره، ومن سواء بالنسبه للسقي او لا بالنسبه لانتاج الطاقه الكهربائيه او تزويد بالماء الصالح للشرب للمنطقه كلها ان شاء الله. الامور ان شاء الله غاديه على احسن ما يرام. هذه زاويه اخرى دوك راه كيبان، يعني عاود كاين واحد الجزء اخر منه لهيه، والفصل ديال السده وراه مدرك بهذا في كنا قبيله واقفين. الباب فين كيتحلو، فين كيتحلو البيبان ديال الماء. الله بارك. الاخوان واحد المنظر بانورامي رائع من هنايا، ولكن يا اخوتي يخوف. راه الا شت لتحت سيرتو في هذا الحديد هذا اللي كيطلعوا، يعني هاد لابانات هادو الكبار، شوفوا كي داير. راه مخليت تحت التليفون، شوفوا هاد الحديده هادي راه كبيره، هاد الحديده والحديده كتطلع مي كيطلعوها كيفوت الماء تحتها. ما فاش كيطلقوا هاد البراج يطلقوه للسد، من هاد السد هذا سد محمد الخامس كيتنطلق يمشي لسد مشرح حمادي. اول مره كيشرشر شويه ليه، وشوف شحال كاين من لابانه بحال هادي كبار، طرف كاع قداش ولا شحال فيها ميت، ولا كتشوف تحت ديك الدوخه. وكيمشي الماء من هنايا، كيخرج من هنايا، كيفوت الماء بالسد وكيجي لهنايا. شوف عارف كيمشي، كيمشي لهنايا. الريح راهي صوت، نتمنى غير يكون الصوت واضح. ها هو يمشي من هنايا، يمشي مليح، ويمشي يمشي مع هاد الواد مروية لسد مشرح حمادي. وهنايا راهم كيديروا الأشغال، غادي يزيدو يطلعوه، لأن الماشينات راهم خدامين، غادي يطلعوه، مغاديش يبقى غير هنايا، غادي يزيدو شي 12 متر يزيدو في العلاوة، يجي من هنا الفوق حتى الفوق، راهم خدامين بالجروبات. شوفوا الماء هو هنايا، شوفوا الماء، وشوفوا هاد الحديدة قداش اللي مكالية الماء. شوفوا شوفوا الحديدة قداش، اللهم بارك، اللي مكالية البراج. راه كاين ماشي غير هادي، كاين واحد زوج ثلاثة، كاين ثلاثة ولا أربعة اللي كاين ديال هاد الحدايد الكبار، لابانات كما نقولوا كبار. وشوفوا الحجم ديال هاد الآلات هادو اللي هنا اللي كيطلعوا، يعني المواتر اللي كيطلعوا هاد الباب هادي اللي مكالية الماء. ها هما السناسل ديالها مليح، هاد السناسل كاينة وحدة لهيه وكاينة وحدة هاهي، وحدها هي هنايا، كاين زوج هما اللي كيطلعوا. شوف شحال خصهم ديال الجهد باش يطلعوا هاد البراج هذا. شوف تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك وزد في ذلك، اللهم بارك وزد في ذلك. شوف دوك هادو راهم يزيدوا يوسعوا، غادي يطلعوه عاد. شوف 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 الحجم قداش، كيبان بحال شوف الكاميون اللي هي تحت، كيبان بحال شي لعبة صغيرة بكثرة الحجم ديال هاد السد هذا. الاخوان هذه زاوية اخرى ديال السد، او دوك راه يبان شوية مليح، ومازال كاين من مور داك الجبل هذاك، المساحة الكبيرة راه اكثر من هذا اللي كيبان.